انتوا قاعدين هنا شويه وبعدين صفر كويس عشان اول وش يبقى على نظافه. حاضر. طب انا هطلع الركن ده شويه. الله ينور يا استاذ. عليكي. بنت حلال جيتي في وقتك، كنت هموت من الجوع. يلا يا استاذ الاكل جه. اخباري تجنن. المهم انت يا حلاوه تخلصنا الشغل ده بسرعه. خير في ايه؟ في شغل جديد. تفرحيني قولي لي ايه؟ محل فول وطعميه اللي هو. هو ايه؟ خلاص البلد ما بقاش فيها غير محلات الفول والطعميه والكشري. ما هي دي بدايه اللحمه زي ما انت عارف، واتفقت لك مع صاحبه على كل حاجه. طيب تاكسي اهو. تاكسي 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 تاكسي. الدوق يا بيه. مانيال يا اخويا. مانيال. خلاص مبقتش قادر استحمل، مش قادر اقف على رجلي من كتر التعب. معلش يا حبيبي استحمل، اول ما هنروح هحطهم لك في ميه وملح. بتتريقي؟ طب يكون في علمك بقى اول قرشين كويسين هيجوا لنا هنشتري بهم عربيه. حته كده مرسيدس او فولفو اخر موديل. نفسي بقى اشتغل شغلتي الحقيقيه، نفسي ابني عمارات، ناطحات سحاب، ونلمنا بقى فيلا صغيره محندقه كده فوق احلى ناطحات سحاب. كل حاجه بتيجي خطوه خطوه. واحد بموهبتي كان لازم يبقى عنده شركه مقاولات ورصيد في البنك. ان شاء الله يا متى. هتبقى مستعجل قوي كده ليه؟ امتى؟ لما يبقى عندي 50 سنه. بص، بعد ما عملت الدراسه بتاعت ديكور محل الكشري لقيت انه هيطلع لنا 400 جنيه. هنصرف 100 وال200 التانيين هنحطهم في البوسطه اي طوارئ. تعرف يا حنان، انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي محاسب ولا مدير اعمال اجمل ولا اصرف مني. بلاش بكش بقى، تلاقيك عايز تاخد مني العموله. معقوله؟ انا جاهز. يو كده بوظت حسابات الكشري. حنان. نعم. نفسي بقى نخلف لنا بنت اموره وظريفه زي كده. مش دلوقتي. ليه بس؟ مش لما تخلص بيتنا وحوش لنا قرشين نعرف نربي البنت كويس؟ هنربيها. بنت هتقل بسرعه مفيش وقت. على فين؟ على الدمرهوري بيه. هنبني العقل. والله احبك يا ابيض. يلا بينا. على فين؟ انت هتروحوا بالمنظر ده؟ وايه يعني؟ عشان اعرف ان انا بتاع شغل بشتغل ليل ونهار. لا الراجل ده يهمه المظاهر قبل كل شيء، لازم تفهم نفسيه الزبون يا جدع. يعني دلوقتي نروح البيت نلبس ونتشيك ونروح نبني العقل. ماشي يا قمر. يلا بينا. مبروك يا باشمهندس. الله يبارك. مبروك يا مدام. شكرا يا فندم. مش عاوز بقى اوصيكم، انا عاوز الالوان تكون رايقه جدا، لان المدام بتاعتي بتكره الالوان الغامقه، ويا ريت يا مدحت تعرض عليها الالوان في الاول. ايوه يا فندم، بس الديكور اللي انا هعمله. ايه كلام الدمنهوري بيه مظبوط 100%، احنا تحت امر المدام. ايوه حنان، بس انا الديكور لما بعمله. اتاكد يا فندم انه كل اللي هنعمله هيعجب المدام جدا. باذن الله. وانا جهزت لكم الدفعه الاولى. شكرا يا فندم.
انا افتكرت احنا النهارده لما كنا عند دمنهور البيت كنت كل ما اجي اكلمه انت تقولي له تقطعي لي ليه؟ لان من اول نظره فهمت ان الراجل ده مراته مسيطره عليه، وعلشان نكسبه لازم نرضيها. برافو عليك يا حبيبتي، انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. كفايه بقى، انا لسه ما سكرتش. امال يعني انا اللي شربت نص الازازه؟ لا يا حبيبتي، دي هي اللي جايه ناقصه. يا سلام، انا اسعد انسان في الدنيا جنب مراتي اللي انا بحبها. خلاص حطيت رجلي على اول السلم اللي هيوصلني لفوق فوق ان شاء الله. وانت يا حبيبتي احساسك ايه؟ انا بتمنى من ربنا ان احنا نبقى نحب بعض على طول، ومفيش حاجه وحشه تفرقنا. اتفضلي يا حنان هاني. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يجي صاحبها يودينا في داهيه. انت سكرانه؟ دي عربيتي انا اللي مشتريها. انا برضو اللي سكرانه. طب يلا بقى عشان خاطري، يلا عشان خاطري. لا برضو دي مش بتاعتنا. المهكعه دي بقى عربيتي، هطلقك بيت تلاته. حرام عليك يا مدحت، دي ما استحملتنا. دي ماركه يد زوبه. طب يلا اركب احسن، انا اللي هزقك. طيب قاعده. اخ على مهلك. هو فين المره؟ يلا بقى اربط الحزام. عارفه يا حبيبتي، انا حاسس ان خلاص كل احلامنا هتتحقق، والفضل يرجع ليك انت طبعا. طب على مهلك شويه، احسن دوسه بنزين واحده هنبقى في خبر كده. مفيش يا حبيبتي، انت راكبه مع احسن سواق في بر مصر. انا دوب بسوق على 140 كيلو في الساعه. لا يا شيخ، تجيب 20. سوق على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت لينا بنت. خلي بالك بقى، سوق على الدنيا وامشي عليها، انا ولا سوق بالراحه بقى. بالراحه يا مدحت. سوق على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت. حاسب 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 حاسب. We'll be right back.
سلام.
العربية من غير رخصة قيادة. السابق انك مختار لقيادتك السيارة بدون رخصة. كذلك اهمالك لقيادة السيارة بسرعة نجم عنها انك انت لم تستطيع ان تتفادي وقوع الحادث. هل لديك اقوال اخرى؟ إشارة من المستشفى بتقول إن المجني عليه مات النهاردة الساعة 8 الصبح متأثرا بالإصابة. يخلى سبيل المتهمة بكفالة 200 جنيه بضمان محل إقامتها. خلاص الحمد لله. معلش حتى كمان، أنت ما كلتيش امبارح طول اليوم؟ وحياتك فلوس الكفالة كانت في جيبي. معرفش اللي كنت خايفة متبركعش هنا. يعني لو كنت سمعت كلامي ما كانش اللي حصل لك ده حصل. أنا مش ممكن أندم إني ضحيت علشانك. أنا اللي كان مخوفني فرقنا عن بعض. ما تتصورش الليلة اللي مرت عليا في القسم. ما كانش هاممني السجن. قعدت أفكر طول الليل. طب لو اتسجنت هتعمل إيه؟ وإزاي هنعيش من غير ما نشوف بعض؟ ومين هيخلي باله منك؟ ومن هدومك ومن أكلك؟ انك تبعدي عني ولو ثانية واحدة. انت اسمح لأي قوة في الدنيا تاخدك من حضني ولو دقيقة. يا حبيبي ابدا مشكلة حكاية عدم وجود رخصة قيادة دي. بس يا ترى في امل يا استاذ مصطفى؟ يعني محتمل يكون في امل، وخصوصا ان في عوامل كتير في مصلحة المدام. زي مثلا الدنيا كانت ضلمة، الجو كان فيه شبورة، الراجل واقف في منطقة ممنوع الوقوف فيها. ربنا يطمنك يا أستاذ مصطفى. ممكن أعرف أتعاب القضية كم؟ والله يا أستاذ مدحت القضية دي محتاجة لمجهود كبير زي ما أنت شايف. أنا مش هاخد منك كتير. 1000 جنيه بس. 500 مقدم أتعاب و500 عند البراءة إن شاء الله. في الحقيقة يا أستاذ مصطفى ده مبلغ كبير أوي. يعني لو حضرتك تكرمنا شوية، أصل ظروفنا اليومين دول. القضية زي ما شرحت لك صعبة شوية، وخصوصا إنها متعلقة بمستقبل المدام. يعني مستقبل مراتك ما يساويش عندك 1000 جنيه. النيابة عندما تطالب بأقصى العقوبة إنما تهدف بذلك لأن يكون هذا الحكم رادعا للمستهترين من أمثال المتهمة الذين يقودون سياراتهم وكأن الدنيا ملك لهم، غير عابئين بالكادحين من البشر ولا بأسرهم التي لا تستطيع الحياة بدونهم. شكرا. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، لقد اتهمت النيابة موكلتي بالطيش والاستهتار، وهذه صفات بعيدة كل البعد عن أخلاق موكلتي. وقد شاءت الأقدار أن تقود تلك السيارة ليلا في ظروف جوية قاسية، وقد عبر الطريق من أمامها فجأة المجني عليه، وليس أدل على حسن أخلاقها من أنها لم تحاول الهرب كما يفعل الكثير. لذا ألتمس من عدالتكم أن تضعوا في اعتباركم ما قد يسببه حكم قاس من تدمير مستقبل أسرة في بدء حياتها. شكرا. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم سيد علي بالسجن 7 سنوات.
حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عطيات عبد الخالق بالسجن 6 شهور وغرابة 50 جنيه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حنان ابراهيم السويسي بالسجن 3 سنوات وغرامة قرش ساق على سبيل التعويض. رفعت الجلسة. مش ممكن، مش معقول، لا يمكن يا سيدي تخش السجن وانت مظلومة. انا المسؤول يا حنان، لازم اتكلم، لازم اقول اللي حصل. محدش هيصدقك، اللي حصل حصل وانا ما اقدرش ارجع في كلامي. مش ممكن اسيبك تتلمي في السجن من غير ذنب. خلاص يا مدحت خلاص، دول 3 سنين وهيمروا بسرعه. عايزه لما اطلع الاقيك انسان ناجح وعظيم وشركتنا بقت كبيره. ما اتاخرش عليا بالزياره وتعالي بسرعه، وعدني. يلا بقى كفايه. حنان جديد جنبه، مش عايزة أي مشاكل. أهلا، اتفضلي يا حبيبتي، خطوة عزيزة. بقى معقول الجمال ده كله يترمي في المدعوء اللي احنا فيه ده؟ ده حتى يبقى ظلم وقلة مفهومية. ما تتكلميش ليه يا حبة عين؟ ولا انت حسوقي القلطه من اولها؟ بس يا بنت انت وهي، محدش له دعوه بالقمر ده. محسوبتك ذكيه ام جدعان، ودي ام لسان طويل دي اسمها سيده النص، واللي ما تتسماش اسمها فهيمه. كلنا اخواتك يا جميل. جرايه ذكيه، ما تتلمي. جرايه وليا قتلت الرجاله. قولي لي يا حبيبتي اسمك ايه؟ حنان. حمام؟ ده انا نفسي فيه من زمان. جرايه ذكيه بتقولك اسمها حنان. احنا هنستعبط ولا ايه؟ طيب يا حبيبتي انت باين عليكي مش وش الحاجات دي، احكي لنا حكايتك فضفضي.